بسم الله الرحمن الرحيم. لا أحد ينكر على الإطلاق رجال الكويت الأوائل الرواد النبلاء الذين لهم في كل زمان وكل خطوة وكل دورة في حياتنا منذ تأسيس الكويت حتى الآن دور نبيل ودور شريف، ونزه دائما بذكر هؤلاء الناس آبائنا وأجدادنا، خصوصا من الناس اللي عندهم قدرة وإمكانية بالمساهمة في تنمية الكويت في مشاريع عدة وفي مواضيع مختلفة في مسار الحياة. نحن لا ننكر أبدا على الإطلاق هؤلاء الناس، نذكرهم دائما بالخير، وفي نفس الوقت الحياة مستمرة، الشباب يصبحون رجالا والرجال يصبحون شيوخا، وهكذا الحياة، هذه سنة الله سبحانه وتعالى، سنة الحياة. ومنهم من يضع بصمات يذكرها التاريخ والناس، ومنهم من على الهامش، ومنهم من هو عاله على المجتمع كله، وهذا في كل مكان وزمان. موضوع فقط موضوع واحد اللي هو موضوعنا الليلة، الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الذي بدأ مبكرا في الستينات، موضوع كفكرة وبداية تستحق الاهتمام، لأنها بدأت من هؤلاء، بعض هؤلاء الرواد، بعضهم الله يطول عمره موجود الآن، والبعض الآخر الله يرحمه. هؤلاء بدأوا بفكرة شركة تعاونية، سموها شركة مساهمة، فكرة بدون لا شؤون ولا قوانين ولا أنظمة في ذاك الوقت، يعني تونا، ثم تبلورت، ثم جاءت أفكار من برا مثل العم يوسف الصقر وغيره، يابوا أفكار حول موضوع الجمعيات التعاونية، لم يفكروا بأنفسهم كشركة مساهمة من المنطقة، جمعيات تعاونية. نقلت الفكرة من الدول الاشتراكية في ذاك الوقت، والآن تفوقت كثير على كل الدول في هذا المجال. الآن بعض هؤلاء الرجال أحياء، الله يعطيهم طولة العمر، خلونا نسمع شو يقولون عن فترة تأسيس الجمعيات التعاونية. حملنا الفكرة على أساس نبدأ من شركة تعاونية، لما شمنا الإقبال شديد حولناها إلى جمعية تعاونية. الجمعية التعاونية مستخلصة من النظامين الاشتراكي والرأسمالي. الاشتراكي ناخذ 2.5% للقطاع العام، والرأسمالي 15% على المشتريات. والله بلقة الرواج، وأنا أول رئيس جمعية تعاونية بالشويخ باء. القرض الجمعية أولا خدمة المنطقة، ما كل واحد من المحتاجين بهالبيوت الجيران، احنا ما يروح للكويت يشتري ولا يروح يشويقي مكان واحد يقضي حاجته، والحين صار أبسط ما يكون، أي خادم دزه يجيب حاجتك. أول مرة تبي تسوق أسبوعي تقدر تروح بدون ما هذا سيارة، لا تزاحم بالطرقات، لا تزاحم بالأسواق، لا تروح الشبرات ولا شيء. ومع الأسف الأهالي يقول حق سائقة وحق خادمة روح اشتري من الشبرة، يعني الجمعية منكم ولكم، تحافظ على أموالكم، وهي مردود اقتصادي. الحقيقة الكويت انفردت في هذا النظام قل ما يوجد من نوع في الدول الاشتراكية،
وأنا أتحدى أي دولة لا رأسمالية ولا اشتراكية عندها النظام. أول من الأعضاء متطوعين عشان انتخاب بيناتنا، أولا 17-18، بعدين دعاني المكتتبين، طبعا اختاروا من اللي تعب فيها فلان وفلان وفلان، طلعوا 7 نفرات. وبعدين لما أخذنا السنة كلها وطلعنا مثلا ميزانية وجينا بناخذ مكافأة، قلنا لا احنا بنشتغل تطوعي ما نبي مكافأة. اقترحوا علينا فارس وقيان الله يرحمه، قال لا هذه تصير بادئة لغيركم، بكرة ناس محتاجين، انتم مو محتاجين لكن يجوا ناس محتاجين، وناس يمكن يبون المكافأة يشتغلون مقابلها ولا ما حد يجيك، فاحنا ناخذها مو عشان ناخذ نتبرع فيها لأي شيء. شؤون، وقلت للوزير كم مرة يا أحمد الكليب أخ أحمد، إسرافكم على الجمعية التعاونية إسراف خاطئ، المفروض الإسراف المالي مو الإسراف الإداري، استغلوها السلف والإخوان وطلبات ما تنتهي ما تنتهي يا أبو طارق، طلبات ما تنتهي. أول ما صدرنا القانون اللي احنا المؤقت اللي عملناه، قلنا لا يجوز عضوية مجلس عضو مجلس إدارة ينتفع من وراء الجمعية لا من قريب ولا من بعيد، لا ياخذ أخوه لولده لك هذا ما يصير، ولا يشترون منه، أنا كتاجر بعطيهم يوني يشترون، يقول لهم لا داك السوق لا حد ياخذ مني. ما يفكرون مصالحهم بس، مصالحهم الأعضاء ما يفكرون مصالح عامة، لا لا اليوم ما في خلاص خسارات، خسارة جمعية مصالح اللي ما أخذ دكان لأخوه ولا ولد عمه ولا هذا، ومجاب لنا أنا انتقدت عليهم أول أمس، قلت لهم واحد عضو ما أخذ محل دكان، قالوا لا هذا كان أول مأجره قبل يصير عضو، والحين صار عضو ما نقدر نطلع يطالب مبالغ كبيرة. فقلت ما يجوز أصلا من هذا، قلت لا يجوز لأي عضو من الأعضاء أن تستقل منفعة مباشرة أو غير مباشرة. وزير الشؤون يشوف التلاعب وين هي ويضع حد لهذا التلاعب، يقدمون اللي مدوا يديهم على المال العام المحاكمة تصلح الأمور، بدون هذا ما تصير أبدا. الشؤون تحضر لنا بس بتسنى مرة الاجتماع بس، أو بيستلم شيء قانوني روح نستشيرهم، إنما ما يحضروا لنا ولا هذا إلا من سنة لسنة. لا إحنا كنا نحافظ على اسمنا، الجمعية تنجح تخسر إحنا واجتهادنا، لكن ما باسمي يقول والله فلان جاب الجمعية وخسرها ولا شالتها الشؤون يا بتغيرها، كان الشؤون يحترمونك ويعني شو اقول لك بكل احترام يزورنا، حتى ندير احنا شغلنا وهو قاعد بالجنب بالمجلس ما يقدر يعترض على شيء، كله ماشي عدل. لاحظتوا الكل الجميع ينادي ويستقيث بوزارة الشؤون، وبالفعل اذا كان هناك حلول جذرية او تصور للتطور ولفعل ما من أجل الأفضل الشؤون، وإحنا كذلك نرجو ونتمنى من خلال هذا البرنامج أن تكون الشؤون أكثر عملية، وأن تأخذ الأمر ليس جاي من جهة ما كما هي العادة في كثير من مؤسسات الدولة، الوزير ولا الفلان من اللي قال شنو الرأي ما عليكم منه، ترى ولا أنه هو والاستاف ماله الأفضل والأحسن، مع العلم أخذ آراء وأفكار ثم حدد ما تريد بعد تحليل دقيق بعد تعيين ناس خبراء، هنا تصل إلى نتائج، ولكن لا تستهين بآراء خارج نطاق الوزارة. الناس
عندهم آراء، والوزارة الشؤون سواء قبلنا أو لم نقبل عندها من القضايا العديد العديد والكثير الكثير، مسؤولياتها كثيرة، الله يكون في عونهم. ولكن مو لأنها عندها كل هذه المسؤوليات يجب أن تقض النظر، لا. جمعيات تعاونية قضية ملحة ومهمة. الآن قضية من القضايا المهمة اللي تحدثنا عنها في الحلقة السابقة وسنتحدث أكثر عنها هي موضوع الانتخابات. الانتخابات قضية جدا مهمة وحساسة، تحتاج إلى حقيقة جرأة وشجاعة من تتغير كل الأنظمة الموروثة الحالية التقليدية التي استقلت لمصالح سواء أفراد أو قوى سياسية أو تكتلات من كل الأنواع. هذه تحتاج إلى تغيير قانون ونظام. إذا المشروع، تذكرنا أن هناك مشروع قدم من قبل بعض الأعضاء في مجلس الأمة، تعالوا نعرف خفايا وقضية هذا الموضوع اللي اندفن. الأخ الفاضل مشاري العنجري نائب رئيس مجلس الأمة، احنا سعداء اليوم احنا نتلقى معك. اهلا وسهلا. ويايك على موضوع قديم ولكنه قديم جديد، وهو في يوم 15 يناير سنة 2000 تقدمت حضرتك مع أخوة أحمد عبد العزيز السعدون وطلال مبارك العيار ومسلم البراك وعبد الله يوسف الرومي وحضرتك باقتراح بقانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بانتخابات مجالس إدارة الهيئات الرياضية وجمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية، وفي مذكرة تفسيرية فيها. في ذاك الوقت الذين يريدون الإصلاح وإيدهم بالنار وشايفين الخراب استبشروا، ولكن انقمت. ليش؟ لا، هو لاقى قبول عند، يعني أنا في ذاك الوقت يعني واستمر عدة سنوات لما كنت أطرحها في الدواوين وفي المنتديات وفي مع يعني مع الناس، من النادر مثل حضرتك، من النادر لقيت أحد معارض له. طبعا يعني الجانب الفني هو قدم وراح للجنة التشريعية، من اللجنة التشريعية راح للجنة الأخرى المتخصصة اسمها اللجنة الصحية والشؤون الاجتماعية والعمل، ودعوني وحضرت الاجتماعات ودعوا جمعيات النفع العام ودعوا الأندية الرياضية ودعوا عدة مؤسسات اللي لها علاقة بالموضوع، وأحيل إلى المجلس للتصويت عليه مع كثير من القوانين ولم يرى النور. انتهى عمر المجلس السابق ولم يرى النور، ومثل ما هو قدامك تقرير. طيب، موجود الآن الفكرة، طبعا الفكرة موجودة عندي لازال، يعني لازالت بعد هذا وقتها. هذا وقتها. فلو تكرمت اشرح لنا هذا المشروع. الموضوع بالنسبة للأندية الرياضية، اتحادات الرياضية، نعم، جمعيات نفع العام، نعم، المحامين والأطباء والمهندسين والمعلمين وغيرهم، نعم، جمعيات التعاونية، نعم، غرفة التجارة، اتحاد المزارعين وإلى آخره، كل يعني مؤسسات المجتمع المدني. نعم. حاليا الانتخابات كيف تتم؟ انتخابات تتم بطريقة أن ينزلون قوائم أو ينزلون فرادة، إذا 9 أنت تنتخب 9 عادل أو تنتخب أقل كيفك، المهم ينجحون أكثر 9 حصلوا على الأصوات. وإذا 11 مثل الأندية الرياضية 11 عضو مجلس إدارة نفس الشيء، تنتخب الأكثر 11. وكذلك بالنسبة للجمعيات، الجمعيات التعاونية 3 كل سنة، 3 تنتخب 3 من المرشحين. نعم.
هذا يجي في بالي شيء، أصبحت يعني إحنا عارفين الأهداف الحقيقية، الأهداف الرئيسية لهذه الهيئات هي أهداف سامية، إن كانت الأندية الرياضية والاتحادات الرياضية لتربية النشء والشباب وإقامة البطولات وأهداف اجتماعية راقية وسامية بدون شك. نأتي إلى جمعيات النفع العام، هي للارتقاء بالمهنة ورعاية المهنة، محاسبين، أطباء، مهندسين، محامين، إلى آخره. جمعيات التعاونية كذلك هدفها سامي لخدمة المنطقة وتسويق المنتجات. إذن ليش اقترحت هذه الأهداف الرئيسية المكتوبة، الأهداف الرئيسية، لكن شو اللي حاصل؟ نعم، اللي حاصل شلون أتفوق عليك وشلون تفوق علي؟ سجل أكثر ما يمكن، نعم، علشان ينجحون ربعك، وأنا سجل أكثر ما يمكن علشان ينجحون ربعي. وإذا نجحوا ربعك، هدفي أنا أسجل أكثر وتناحر وياك علشان أسقطك في الجولة القادمة، وهدفك أنت كذلك حماية نفسك وتسجل أكثر. فتركنا الأهداف الرئيسية وجينا لأهداف المشاحنات، هذا جانب التناحر. حول الجانب الثاني، هناك دخلت لنا الفئوية، احنا الكويت للحين ما تعدينا 1,000,000 فرد. الجمعيات التعاونية وكذلك حتى الأندية الرياضية، انت تناحر قبلي، تناحر في بعض المناطق طائفي، تناحر حزبي، يعني كل يجمع مجامع. أكثر من ذلك، هناك في الجمعيات التعاونية كثير من الفساد، لأن إذا طلعت مجموعة بتغطي على جماعتها، نعم، فبالتالي يحصل فساد. ولا أدل على ذلك، كثير من الجمعيات، من جمعيات النفع، جمعيات التعاونية أحيلوا للنيابة وحلت جمعياتهم من قبل وزارة الشؤون، وزير الشؤون، فلأن التغطية. لكن الاقتراح اللي أنا قدمته شلون يعني عشان المشاهد الكريم يفهم، أن بدال ما تنتخب كل أعضاء مجلس الإدارة القائمة كاملة، سواء نادي أو جمعية تعاونية أو جمعية نفع عام، لا، تنتخب ما لا يزيد على ثلث المطلوب. 9، كل ناخب ينتخب، ما ينتخب أكثر من 3. إذا أكثر تصير باطلة. فتصور لو كل واحد ينتخب الثلث، معناته أن مجلس الإدارة يفترض والنظام يفرض على الجمعية العمومية أن تصير من 3 أطراف. ما تقدر أنت يعني ما في، لا يمكن تصير مجموعة تجيب مجلس الإدارة. عشان كذي إحنا أعجبنا، لأن قاعدين نعيش إحنا الآن الانحراف الكبير في موضوع الانتخابات، وبالذات مثل ما ذكرت في الهيئات الإدارية الرياضية، وأسوأ ما يمكن يمارس في الجمعيات التعاونية. سيست، انحرفت انحراف كبير. هذا نتاج الانتخابات، تفرز ناس غير مؤهلين على الإطلاق، أميين حتى، ولكن يتبعون فلان عضو مجلس أمة بضغوطة، أو وزارة الشؤون بنوع من البلادة باختيار أشخاص تحت ضغوط معينة. كل هذا قاعدين نحس فيه ونشوف الآن. لماذا مجلس الأمة لا يتبنى بحماس مثل هذا النوع، ولا يثير لا في لجانة ولا في اجتماعاته أو بتقديم أي اقتراحات حول إصلاح الوضع؟ أنا أقول لك بكل صراحة، الناس، مؤشر الناس 90% وأكثر مع هذا الرأي، مع الرأي اللي أنا تبنيته. هذا الناس، وهذا شعورك أنت أحد الناس. نعم، لكن المشكلة اللي عرقل هذا الأمر هم أصحاب المصالح. صح، أصحاب المصالح اللي نجحوا على الأساس الفاسد. نعم، اللي موجود الآن. لأن الآن أنا في مجلس إدارة جمعية تعاونية، إذا يهي النظام يقضي علي بدون شك، وكذلك في مجالس إدارة الأندية
وكذلك في مجالس إدارات الجمعيات النفع العام. فمن اللي تحرك عادة؟ عادة اللي تحرك هو صاحب المصلحة. أيه. الإنسان العادي اللي يستبشر مثل هذا تحركه ما يكون يعني بحماس، لأن الموضوع ما يهمه إلى الدرجة اللي يفقد فيها مصالحه. ما له والله خوش اقتراح وزين ويقضي على كثير من الأمور اللي أنا ذكرتها قبل شوية. نعم. لكن أصحاب المصالح يعني جمعيات تعاونية في ذاك الوقت، مو اليوم، في ذاك الوقت مجالس إداراتها دزوا كتب للأعضاء، حطوا بالكم من هالذي، ترى هذا القانون يذينا ويجردنا وما. نعم. وكل واحد من أصحاب المصالح راح للأعضاء، وأنا واجهت العديد من الجمعيات التعاونية. القضية مو قضية، قصدي واجهتهم في لقاءات ما كان عندهم ذاك الرد الكافي. للأسف القضية مو قضية أنت ما قصرتوا الخمسة قدمتوا هذا الاقتراح، ولكن الموضوع أبعد بكثير، في خراب. اللي حصل أنه بعد يعني هذا في الفصل التشريعي السابق، نعم، لما جاء الفصل التشريعي الحالي 2003 مجلس الأمة الجديدة الحالي، كنت بتقدم مع نفس الأخوان على أساس نعيد، لأن المجلس وافق عليه، اللجان وافقت عليه. أها. يعني اللجنة خطوة قوية. إيه، اللجنة التشريعية وافقت، ولجنة الشؤون الاجتماعية واللجنة الصحية وافقت كذلك. وقلت لك أنا في بداية لقائنا أن التقرير كان موجود على جدول أعمال المجلس. لا، انتهى المجلس، الأخ فيصل الحجي وزير الشؤون متحمس لهذا الرأي. أنا هني هذه حقيقة. فقال لي خلنا حنا نتقدم فيه. أنا هدفي العنب مو هدفي قتل الناطور مثل ما يقول. فقال خلنا نتقدم فيه. إيه؟ قلت جزاك الله خير، إذا هي من الحكومة طبعاً أقوى. إحنا أقوى وإحنا بندفع. إيه؟ لكن الشؤون الآن سيدي، الآن الشؤون تمارس أسلوب. لا الآن أنا أتكلم ما يخليني أشك في قدراتها. لا أنا أتكلم عن وزير الشؤون تحمس للأمر وقال. فقلت له تفضل توكل على الله. فقدم الاقتراح لما راح المجلس الوزراء. خلنا أقول لك. إيه؟ حصلت بعض يمكن المناقشات أو حصلت بعض الظروف. إيه؟ قالوا لا، الأندية الرياضية شوية ابعدوها، الجمعيات النفع العام ابعدوها، خلونا نيرب الجمعيات التعاونية. ولن يصير، ولكن أنا راح أتقدم إن شاء الله، أرجو ذلك. ولن يصير لأنه نفس المجموعة أنت تعرف وأنا أعرف وإحنا عيال قرية نفاهمين الوضع. حماس وزير الشؤون الوحدة لا يكفي، لأن اللي يحدث في الرياضة يحدث في الجمعيات التعاونية ويحدث في أماكن. بس تبي أقول لك شيء والله العظيم. قبل يعني ليش أنا أقول لك أن يعني إن شاء الله يرى النور. قبل شهر أنا كنت في زيارة خاصة لسمو رئيس مجلس الوزراء، وكان مواضيع يعني متفرقة مختلفة. فس يعني بالصدفة واحنا نتحدث استذكرت هذا الموضوع وطرحت عليه، وقلت مع سمو الرئيس قلت في مكتبه الكلام هذا تقريبا في اول شهر 4 زين، يعني قبل شهر تقريبا. فلما ذي قال لي قدموا خسراي. جميل. قلت له عن جمعيات التعاونية والأندية الرياضية وجمعيات النفع العام، والآن الحكومة تقدمت مع الأسف، احنا تركنا لها على أساس أنها هي تقدم بالمشروع وإحنا ندعمها اللي قدمناه احنا في سنة 2000، لكن مع الأسف تقصقص في مجلس الوزراء، قصقصوا، بقى بس الجمعيات التعاونية، لا غرفة التجارة ولا جمعيات النفع العام الأخرى ولا الأندية الرياضية والاتحادات الرياضية. فقال قدموا وأنا معاكم. يعني قال كذي، هذا كلامه. ولذلك لحظة 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 سمو الرئيس، احنا ما انا واحد من الاشخاص اللي ما ودنا ابدا ان يكدرون احد يكدر خاطرك. احنا عندنا الان الله يعطيك العافية، عندنا
ابتسامتك وضحكتك واجب وطني من الأوضاع اللي أنت تعيشها، صح ولا لا؟ صح. لكن اللي أبغى أقوله، أنا أتمنى وأرجو، هذا قطاع كبير وأنا أمثل ناس الشارع، الناس اللي تتمنى الخير للكويت، أنا اللي أرجو أن سمو الرئيس يكون في حماسة، وأنت لا تنسى الموضوع. وفوق هذا يعني علشان الشهادة لله، أيه. بعد ما دي أنا وقال لي كلم وزير الشؤون، أها، كلم وزير الشؤون وقول له هذا رأيي زيادة، وكلمت وزير الشؤون وقال يلا الكرة ملعبكم وإحنا قدمنا وإحنا مستعدين. وزير الشؤون إذا تبنى هذا بقوة معاه تبنيك أنت الأساسي، نعم. وإذا كذلك وزير الشؤون راجع قضية حركة التعاونية بشكل عام وإعادة النظر بأن وزارة الشؤون يكون لها حظوة قوية جدا ورقابة شديدة جدا ومحاسبة جدا جدا على ما يدور في الجمعيات التعاونية. احنا بخير. استكمالا للحوار اللي دار الأسبوع اللي فات في الاستديو حول موضوع الجمعيات التعاونية، في محور مهم جدا وأساسي وهو الاتحاد. نحن الآن لا نعرف كثير عن الاتحاد، نعرف أنه هناك مبنى جميل ضخم مكلف على شارع رئيسي. هل فعلا الجمعيات تحتاج إلى هذا؟ ممكن يكون صح، أنا قلت لكم من البداية والله مذهول ولا أعرف السالفة. خلينا نتحدث عن الاتحاد. تفضل أنت قانوني وياي بملف ومكتوب عليه الاتحاد، قريت صح. أنا صح. شفت هذا صحيح. شو القصة؟ والله يا أبو طارق أنا قبل لا يعني أوصل الاستديو من يومين ومن مجرد ما تلقينا دعوتك الكريمة قابلت كثير من الأخوان، ويمكن على في مقدمتهم الأخ عبد اللطيف العميري أذكره بالتحديد كرئيس جمعية القادسية ومجموعة وياه. والحقيقة لقيت أن هم لديهم مذكرة يعني حافلة بما يسمى خارج نطاق التجاوزات بجرائم معددة مستصلح يعني كقضايا مستقلة للتحقيق قبل رئاسة الاتحاد وأعضاء الاتحاد. وينتهون فيها يعني بصورة متكررة إن هذه الشكاوي وإن هذا الأمر لم يلاقى أي اهتمام أو ردود فعل من السلطة الرقابية في وزارة الشؤون، وينسبون عدم إمكانية تحريكهم أو قدرتهم على توقيف هذه التجاوزات أو هذا التعدي على المال العام والافتئات على طريقة العمل نظراً لعملية التكتيك القديمة اللي تامة ما بين رئاسة الاتحاد ورئاسة بعض الجمعيات باعتبار أنه هو نوع من توزيع المنافع والتواصل بحكم يعني الاتصال القبلي أو غيره، يعني باعتبار أنه هو لديه يعني أصوات متكررة تقف معاه على مدى هالسنوات الطويلة. وكذلك ينسبون الاتهام، وهذا تلمست حقيقة من الأوراق، لوزارة الشؤون بأنها قامت يعني أو كعنصر مساعد تدعم هذا الخلل. وكان محاورهم يعني الرئيسية في ثلاث أو أربع نقاط، ابتداء إن هم يتكلمون عن عملية عقد قيمة 2.5 مليون دينار اللي هو يسمى بالشبكة الإلكترونية، وإن هذا العقد مرر على خلاف الأصول القانونية
وإن أصبح محل اعتراض من 10 جمعيات، وإن عليه مخالفات من جهات تحقيق ومن جهات إراء قانونية وعاملين مذكرة بمستندات مختلفة، كلها تدين هذا المشروع، بالإضافة إلى ورأس مال هذا المشروع من الجمعيات ويفوق من الناس ويفوق إمكانية الاتحاد، على اعتبار أن الاتحاد يتكون من العطايا أو الاشتراكات لدى الأعضاء اللي هي طبعا الاتحاد بمفهومه هو يعني يمثل يعني كنوع من المشرف والمنسق ما بين جمعيات التعاونية ككل، ويؤدي نفس الغرض، عرفت شلون؟ وإن الجمعيات هي عضوة فيه بحكم ترشيح واحد منها، وإن المجموعة هاي تكون الجمعية العمومية، والجمعية العمومية تختار المجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي. المكتب التنفيذي هذا يقول لك من الأخ الرئيس فيه من 83 من 87 لغاية اليوم هو نفسه. النقطة الرئيسية اللي هم يتهمون فيها الشؤون يقول لك إن هذا الرجل اللي هو حاليا رئيس الاتحاد، وطبعا مع تقديرنا الشديد له، وأنا ما أتكلم فيه بشخصه وإنما بصفته وحسب مذكرة الإخوان، ولا طبعا ما كانت أذكرها كرأي قانوني مجرد، إن الشؤون ساعدته على استمرار في تبوء المقعد، رغم إن انتخابات لا يقولوك إن هو الانتخابات بالرئاسة يجب أن تأتي بانتخاباته في المنطقة ابتداءً، يعني أنا حسب القانون حسب القانون يعني أنا أقبل كعضو ومن ثم الجمعية ترشحني لعضوية الاتحاد وأدخل في الاتحاد بانتخابات أخرى، وهذا غير صح، مو غير موجود. لا، هو إن في جزء استثنائي بأن عضويته جاءت عن طريق التعيين من قبل وزارة الشؤون لجمعية من جمعيات القرين، وإن هذه العضوية كانت محل طعن أمام القضاء، وأن في تاريخ الفصل بالحكم المطعون عليه عقدت الانتخابات على رئاسة الاتحاد. فهني يصورون أن وزارة الشؤون قاعد تحاول أنها تحابي وتدعم وجود نفس الرئيس بصورة مستمرة على قمة الاتحاد، رغم اعتراض البعض الآخر ورغم توجيه اعتراض 10 جمعيات من جمعيات التعاونية على تواجد الرئيس، وتوجيه اتهامات إليه بالنقاط اللي ذكرناها. فيقولون يعني هي رأيهم إن الشؤون ما كانت محايدة، وإنما هي الشؤون هي من أرادت استمرار الرئيس في المرحلة. يعني اللي أفهمه الآن إن هناك ملاحظات عديدة منها على من الشبكة وغير الشبكة، ضمنكم تعرفون أشياء أخرى. نعم. والشيء الثاني إن الجانب القانوني في وجوده، والشيء الثالث هو وزارة الشؤون والمحاباة كما حابت وزارة الشؤون ربعنا هنا في جمعيتكم. نرجع ونقول أن الرقابة في التعاونية ينبغي على وزير الشؤون أن ينسفها من الأرض إلى فوق. زين، ينبغي بالاتحاد الحين حنا في الاتحاد. طيب الوزارة، هل الاتحاد دور يجب أن تقوم فيه يقوم في ناحية قانونية توجيهية، هل الاتحاد ولا الاتحاد تحصيل حاصل؟ أنا أبو طارق كنت في الاتحاد، عضو الاتحاد. أنت عضو الاتحاد؟ كنت عضو الاتحاد. يا قول لي عنه. والله أبو طارق يعني صراحة قعدت في سنة يعني تحصيل حاصل، ماكو شيء. لا ما يعني ما كل عضو يمارس دوره بالاتحاد، في ناس محددة هي اللي رضيت أم ما رضيت، الأغلبية موجودة. شلون يصير؟ يعني بطارق أنا يمكن يعني سنة كاملة حضرت يمكن ثلاث أو أربع اجتماعات، لما شفت فيه يعني ما شفت يعني يا جماعة ما احنا بالكويت، أنا خابر عيال الكويت وأهل الكويت يناجرون ويشتغلون وناس مخلصين ويحتجون ايش فيكم انتم بالاتحاد؟ اكلها انا كنت سنة والله ماكو شيء. ابو طارق ماني شيء وهالسنة عليك. خلنا نرد عليك، احنا وصلنا للمكتب الوزارة، وصلنا هذه أورقة للنيابة، ترى مقدمين للنيابة المحكمة. أوه وصلتوا للنيابة. الصحف طبعا مثل ما قلت لك يعني بس جريدة السياسة جزاهم الله خير، والباقي كلهم يعني رفضوا. يعني الشغلة صارت يعني
كل واحد يمصي الثاني. زين خلنا نسمع في ملاحظه على الاتحاد. انا الحين ابي الاتحاد. انا بسم الله يعني بسم الله الرحمن الرحيم بسم الاتحاد الجمعيات حق انا مارست واشتغلت في الاتحاد يعني من كلكم اشتغلتوا بالاتحاد. انا كنت عضو في مجلس الاتحاد واشتغلت وترأست اللجنه الماليه في الاتحاد وهم سكيتي مثلهم ماكو شيء ولا نبرت حشتي. لا انا قدرت احصل على منصب صراحه في سنة 92 بعد تكتيك كانوا متعاملين السلفيين معه. كان تكتيك السلفيين توني بقول معين ما حد قادر عليه لأن يعني لقيت ان الاتحاد يعني ون مان شو رجل شخص واحد يدير الاتحاد اللي هو رئيس الاتحاد. طبعا هي تبادل الادوار هذه او تبادل المناصب او تعيين مناصب هي لا شك مثل ما قال تفضل الاستاذ رياض هي تبادل المصالح. عندك مصلحه معي اعطيك هذا المنصب انت معك المنصب هذا بغض النظر مستواك اهلك عندك انت كفاءه معينه. انت عارف ابو طارق الاتحاد يعني يشتغل من خلال لجان نفس الجمعيات طبعا وفي لجان مهمه الحقيقه واللجان هذه يعني تعول عليها الجمعيات كلها في شغلها. يعني اهم لجنه في الاتحاد اللي الجمعيه تعتمد عليها كثيرا لجنه التسعير. التسعير اللي الجمعيات تقريبا 70% من المواد المسعره في الجمعيات التعاونيه تاتي من اتحاد الجمعيات. تبقى 30% اللي هي طبعا الامور المختلفه في الجمعيات التعاونيه، لكن ال 70% هذا نسبه كبيره. ماذا يدور داخل هذه اللجنه؟ يعني ظلام انا صراحه ما اشتغل فيها لكنه بس ليس كل واحد يقدر يتخفى. هي 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 تصحيح الحقيقه. ترى الشؤون كذلك يعني نلومها في كثير في الامور ولكن هم تمثل جزء من ما يلعب الدور المؤامرات السياسي على مستوى الحكومه ككل. صح. لان من 62 في ملاحظات عديده وتقارير قدمت بواسطه لجان وناس مختصة في الاقتصاد وفي العلم الاجتماعي والتعاوني وكل هذه التقارير تذهب إلى مجلس الوزراء وبالدرج. ترى القضية يعني فيها كثير. أنا بس الحين أنت خامر وساكت وأنت كنت وكيل وزارة التجارة. التجاره ما لها دور ابدا في الموضوع. لا بالنسبه للجمعيات ما لها دور الا ترخيص بعض الفروع وهذا او التفتيش على السلع. تفتيش على السلع حاله حال اي تاجر ثاني. فبالعكس وزاره التجاره ما لها علاقه يعني ويا هذا. لكن انت قاعد تتكلم يعني ابو طارق الشقعود ترى. هذا نقوله. زين وانت قلت اكو نواحي اجتماعيه واكو نواحي سياسيه ونواحي اقتصاديه بالموضوع. اي عادل. انا قلت لك ان الجمعيات التعاونيه هي المهيمنة على تجارة التجزئة بالكويت. عدل. وبالتالي طلبك حق وزير الشؤون أن يهتم الموضوع. أنا أعتقد أشاركك الرأي أن يجب يكون هناك دراسة إعادة تقييم للحركة التعاونية بالكويت. هل هي ماشية صحيح أو لا؟ والله أكو رأي أنا وأنا اللي أدعم أنك تحولها لشركات مساهمة وتملكها المنطقة وتدار على أسس تجارية. نعم. يعني كل مؤسسات إحنا بكل مؤسسات مجلس إدارة يرسم السياسة بس ما يتدخل بصغيرة وكبيرة. بالجمعيات التعاونية بكل شيء من توزيع الفرع إلى تعيين الفراش يتحكم فيها رئيس مجلس إدارة ومجلس إدارة. هذا مو صحيح. وبالتالي أنا أضم صوتي لك أنه والله على وزير الشؤون أنه يشكل لجنة يجيب جهة محايدة تقيم الحركة التعاونية. أهم نقطة ما يجري على الجمعيات التعاونية يجي على الاتحاد. الاتحاد أنت تقول هل هو ضروري؟ لا الاتحاد ضروري وجوده. والاتحاد له دور بالنسبة للأسعار بالنسبة للشراء الجماعي بالنسبة لكن في نقطة مهمة يا راشد وكلكم معاي في هذا أظن. الأمر مطروح كله للانتخاب والانتخابات وهنا العلة تكمن في قضية الانتخاب وتجيير الانتخاب لصالح فئة ما سواء كانت أهداف سياسية معينة في مجالات أو دينية أو تكتل معين أو قبلية أو طائفية. هذا الدور اللي الآن نلاحظه على مستوى الكويت في كل للأسف الشديد بغض النظر عن الكفاءة والقدرة هذا معروف مجتمع صغير وهكذا يلعب الدور. لكن لما نتحدث عن موضوع الانتخابات في نفس الوقت لا أستطيع أن ألوم كثير لأن علي أن أقبل
بوضع ديمقراطي موجود، وبالتالي الممارسة من حق، من حق السلف أن يجتهد لاحتضان الجمعيات هذه، ومن حق الإخوان ومن حق المستقلين ومن حق، أمر طبيعي ترى. لكن نعود للإنسان، للفرد، للضمير، للإحساس الوطنية، للشعور بالمسؤولية، هني تكمن قضايا أنا العديدة في الكويت. احنا طال عمرك، بس أنا استكمال اللي ما تتهيت إليه، هو الحقيقة ما في خلاف، والعمل الديمقراطي هذا يعني جوهر يسعى له كل الإنسانية، باعتبار الإنسان متآنس لا يستقيم إن لم يتآنس مع غيره، وهذه تكتلات ما فيها شيء. لكن هي الخطورة تكمن في الآتي، هو إن إحنا نخلط الحابل بالنابل، إن إحنا عقب ما نوصل إلى المقعد نحاول أن نبعد حق حق الانتفاع اللي مشترك معانا كله، ونجيره الأغلبية منه لمصلحة ألف، لأن إحنا وصلنا هني المشكلة. تسييس يعني، التسييس اللي يصير الإخوان أو السلف أو غيرهم أو ألف أو باء. يا أخي إحنا ما نقول لك، وإحنا صراحة نؤمن بإيماننا للديمقراطية، ونسعى من خلال توسيع الديمقراطية، ونعرف في كثير من المناقب إن ما نسعى إليه قاعد يمكن يبعدنا عن المجال أو الرقعة السياسية، ومع هذا قاعد ناظر. اسمح لي طال عمرك، أنا اللي أبغى أوصل له إن مو بس بالجيل، إن لما أتكلم أقول إن لما أنت توصل بصف، أنت لما وصلت انتهى دور إن هم اللي انتخبوك فئة معينة، أنت لما وصلت صرت تمثل كل الجمعية بكل مشاربها، سلف، إخوان، لازم. انت الحين لازم تتعامل مع الكل، تخدم الجميع، تخدم الجميع، مو تخدم اللي انتخبوك هذا بس، واللي ما انتخبوك على مستوى حتى عضو مجلس الامه. بالضبط، مو بس انا بقول هالكلام الحين، بس على مستوى نرجع بدون شك، خلينا نرجع بالانتخاب، بس نرجع لموضوعنا، عمرك موضوع الاتحاد، موضوع الاتحاد الحين احنا واجهناهم اول بدايه التاسيس، بس خلينا نثير نقطه عشان تتحركون فيها. الحين الكلام ان هل مثلا في قضية المخصصات، شب علي بذوني يقول لي وقف وقف، عندهم هم بعد إعلان، يلا تفضلوا. مصلحتك انت اللي سويتها، حياكم الله يا هلا. نكمل موضوع الاتحاد، تفضل. انا اقول الحين الاتحاد عنده مسائل ما لنا شغل، شلون تم انتخابه وشلون وصل هو او حتى في الجمعيات، لما نتكلم عن تجاوزات او مخالفات او ما يسمى اذا كانت تنال اهتمام جريمه او جريمه غير ذي، انه يجب ان يطبق عليه القانون بحذافيره، وأن تخضع للجهة المسؤولة ويحال الأمر التحقيق. الجماعة بمذكرتهم هذه يوجهون اتهامات مباشرة، يقول لك حتى بشخص الرئيس، يقول لك إنه مستحوذ على سيارة وتليفون. شو تسوي أنت كمحامي؟ تفضل عطوك الملف، شو بتسوي؟ أنا لما يعطيني الملف كمحامي، ايه؟ عرفت شو؟ تفضل، قال لك يا رياض شوف الموضوع. هذيك الساعة أنا راح أرفع عليه دعوة مباشرة، عرفت شلون؟ وراح أخرج عن النطاق اللي هو يتكلم فيه. لكن هم هني باعتبارهم أعضاء ورؤساء جمعيات يبون حل أمورهم من داخل القالب التعاوني، مو من داخل خطوة أولى قبل المحاكم. قبل المحاكم خليني أدخل على هذا، كذلك على هذا المحور، قضيتنا الأساسية اللي تفضل فيها سيد رياض في البداية، اللي هي مشروع الشبكة الإلكترونية. طبعا المشروع هذا يشوبه كثير من الشوائب، وفيه كثير من الشبهات، يعني حتى اللي يطلع عليها، حتى لو ما رد انت رجل قانوني تقراها تجد ان فعلا فيها يعني اجحاف بخس في حق الاتحاد، حق عام، اموال عامه قاعده تهدر وتضيع يعني.
في مذكره مهمه جدا يمكن ما تطرق لها استاذ رياض، هي موجوده لا موجوده يمكن معاهم، اللي هي التحقيق اللي جرى في الشؤون حاطينها الشؤون. عملت شكلت لجنه بعد طبعا بعد الضغط من الراي العام، يعني بعد ما يعني تسرب هذا الموضوع الى الصحف والى وسائل الاعلام الاخرى، بدا هذا الموضوع يعني يدور في كواليس الوزاره، ثم بدات الوزاره شكلت لجنه وحققت في هذا الموضوع واتت الى نتيجه ونشرت هذه النتيجه في احدى الصحف المحليه. صحيح. بكاملها بكامل ما جرى في التحقيق، وعطت توصيه حق الوزير، توصيه تقول اما عزل الرئيس او احاله للنيابه. اها صحيح. لكن هذا الموضوع كتم ودخل احد ادراج الوزاره. زين. هو قلنا الشقعود. طب ضروري الشؤون تكون تتبعها الجمعيات؟ مو ضروري ابو طارق. لا لسبب بسيط. لا قانونا انت ضروري لازم تتبع القانون. لا انا عارف هو قانونا، بس افضل تبعها للتجاره افضل من الشؤون. لا هي الحقيقه كالاتي، انا ماخذها من جانب اخر. خلنا اقول لك جانب اخر، ليس القانون هو تتبع وما تتبع، ولكن انا ارفق يعني احزن على هذه الوزاره بأن يكون ثمان قوانين تدير قطاعات كاملة هذه الوزارة. لو تشوف مسؤولياتها ضخمة جدا ومتعددة ومتناقضة في نفس الوقت. فأنا شايف أنه يعني الحمل على حتى الوزارة كبير مو قليل، والمخالفات مترسخة وقديمة، ومن الصعب على أنه بالتوزير الحالي على اي وزير لو كان سوبرمان خلال سنه او سنتين انه يقدر يفهم ويعايش كل هالاوضاع. لا ما هي قليله اخي رياض، ترى اللي مع الضغوط ومع اللي حكينا عنه ما شاء الله، كل واحد صار له 20 30 سنه وبطاله عم يدير الشغل بالوزاره، ترى ما هو الوزير بالدرجه الاولى، الوكلاء فيها، كل وزاره فيها ثلاثه اربعه، يعني الوكلاء اللي موجودين فيها 10 اقول لك، يعني بالشؤون بطاله صار لهم على 20 30 سنه، يعني الوزير اللهم يعني اخلصك بطاله. الوكيل حلف بالله العظيم انه مقدم مذكره بحل مجلس الوزاره الى السيد الوزير. مجلس شنو؟ مجلس اداره الجمعيه. الجمعيه بحل مجلس الاداره. الوزير مجدد تو لهم. وجدد الوزير 19/12. في شهر 12. مجتمعين وياه، حلف بالله العظيم. نعم. ضغوط نيابيه. ضغوط لا ضغوط بدون شك، الضغوط هذا اللي يبين الحين. وهذه العله يا ابو طارق. اي بالله. هذه العله. بدون شك. يا جماعه انا اسف خليتكم انتم لكم الحين دقائق بس، ابي مختصر. تفضل. نسال ابو راشد، نسال راشد ولا اخ؟ تفضل استاذ راشد، بيسالك سؤال. انا والاستاذ ابو مبارك اللي هو الاخ محسن، تفضل. رئيس السابق لجمعيه ام الهيمان، تفضل. هل يجوز الرئيس محاسبه يداوم الصبح الساعه 8 الى الساعه 12:30، ومن 4 العصر الى 7:30 العمل في نادي كرئيس محاسبه فيه او محاسب فيه؟ انا ما فهمت. يشتغل بالجمعيه هو؟ يشتغل في الجمعيه في راتب 1000 دينار. ما شاء الله خبير. رئيس محاسبه جمعيه ام الهيمان صاحبك. دوام كامل عفوا. هذا الرفيجي يومين يعمل من الساعه اللي مرضى يجي اللي يرد عليك بالتليفون وعطاك مدير ثاني. اي فطال عمرك يداوم من الساعه 7:30 في جمعيه ام الهيمان صباحا الى الساعه 12:30 ظهرا. زين. يرد يداوم الساعة 4 العصر إلى غاية 7:30 مساء. الساعة 9 مسكر الأندية فيعمل في نادي الفيحيل الرياضي. نفس الشخص اللي هو الرئيس المحاسب. متأكدين من كلامكم؟ ترى هذا ممكن يوديك المحكمة. ما أنا أكلمك، أنا جاية في نادي الفيحيل شخصيا. يلعب رياضة الرجال؟ لا ما يلعب، جاية في قسم المحاسبة وقاعد معاك شوفات حساب. حسابات وكلمت فيها. غيره في عقد بيني وبين الجمعية موقع معي الأخ أبو مبارك. هي. قبل سنة 2004 2003 شهر 9 جاء طلب مني الأخ اللي هو المحاسب رئيس المحاسبة 600 دينار في نادي الفحيل، عند في مكتبه في نادي الفحيل. لما جيت قلت له انت ليش موقف في وجهي تقول لي ما في احد يجدد لك عقد وعقدي مجدد تلقائي نفسه؟ لان العقد يجدد تلقائي نفسه بدون اخطار الاخر.
واجهت الأخ أبو مشاري رئيس مجلس الإدارة، الأخ علي ضاوي، وراشد فليح، ومساعد جبران، وكلمتهم أربعتهم كانوا موجودين تواجدين، وقلت لهم الشخص قال لا يمكن لا رئيس مجلس الإدارة ولا عضو يقدر يعمل لك عقدك أو يعده لك. واللي صار؟ واللي صار أنه أعطاها لشخص ثاني. غيره ولا بس خلصت؟ احنا عندنا امور كثيره لكن خل غيرك بس كلها فرصه. لا بسم الله الرحمن الرحيم. قضيتكم قضيه ما تخلص. طلع قال عازم حلقتين. الله يعافيك. انا مستثمر في جمعيه ام الهيمان طبعا. وخذيت محل. شعليك شاري لك مرسيدس من الفوائد. حلويات ومعجنات. بالظرف المختوم مبلغ 117,000 دينار وقع علي المحل. ها؟ 117,000 دينار دفعتها للجمعية. دافع 117,000. 117,000 طبعا في عندي تشيك وفي شيء دليل على الشيء هذا، وفي عندي هذا اللي دافع هذا اللي وقع عليه الظلم. دعم منك للجمعية. نعم دعم مني للجمعية. وسؤالي 117 وسؤالي موجه عند الاخوان الاخ فهد والاخ راشد اللي كانوا معطين الإدارة. سوي بيتك احسن. تسمع طال عمرك. فسؤالي موجه لاعضاء مجلس الإدارة على اساس ان النشر اللي حصل اللي عرف انا قانونين انه ما يجوز ان المحل لما تاخذ محل نشاط معين في الجمعيه صح. ما يجوز انك تحط نشاط منافسه نفس الموقع صحيح. ما يجي بينه وبين 20 متر. فخذيت المحل واشتغلت فيه طبعا، وفتحنا المحل اشتغلنا فيه ودفعت 117 غير الافرام، وهذا كلام بحوالي 160,000. قبل يطلع رئيس مجلس الاداره السابق باربع ايام وقع اربع عقود نفس النشاط، واحد منهم قريب عندي ما يجي بينه وبين 20 متر. أنا دافع 117 والجنب اللي في والمحل اللي في جنبه دافع 165,000، دافع عليه 10,000 فقط معطيه واحد من الناس الخاصين له. شو اسمك بالخير؟ طلق العازمي طال عمرك. يا طلق يمكن هذا بحث في مجلس الإدارة؟ نعم. لا 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 ماكو. هذا طال عمرك أنا سؤالي اللي أخطأ أخ هذا سؤالي بس لك سؤال. تفضل. المحل اللي تكلم عنه فرع نعم. استثماري خارجي ولا داخل سوق المركزي؟ لا لا فرع استثماري خارجي داخل المركز. داخل لا لا برا سوق المركز. استثماري خارجي خارجي برا برا يعني يحتاج ترخيص. اي ترخيص في ترخيص بس كمل تفضل عشان بعدين ارد اقول لك. قبل لا يطلع الرئيس باربع ايام موقع اربع عقود منها اثنين في السوق المركزي داخل وواحد مقابل محلي انا خارجي. هذولهم اصدر له رخصه. الخارجي نفس نشاطك يمك نفس النشاط بالضبط ينافسك يعني ينافسني حلوات معجنات مبلغ 10,000 دينار فقط وجار 700 دينار زين الشؤون هني وافقت على النشاط الثاني خليني بعلمك شوف هذا من الاشخاص ابو سعد يعني صراحه نعم. يعني انا مالومه صراحه انت عضو مجلس اداره انا عضو مجلس اداره اي ومن الناس اللي فتحنا ورسع عليه بطريقه نعم. رسميه وحضور الشؤون قانونيا يعني قانونيا 100% ولا يجوز اصلا تضع نشاط ثاني نفس النشاط في الجمعيه العموميه قبل انتهاء الجمعيه العموميه بيومين زين بين تقريبا بعدكم ما فيها 10 امتار بين محله وضع محل راس احسن من موقعه يسوى يعني 200,000 نفس نشاطه نفس نشاطه بدون علم مجلس الاداره يوم اقول لك تقول لي الوزاره توقيع هذا متى بالجمعيه العموميه 30/4 30/4 صدقت الشؤون عليه ايام انعقاد الجمعيه العموميه شلون 4 يعني نفس كلام استاذ رياض انا لا تكون هناك لا تكون هناك مخالف انا والله استغرب ابو طارق الحقيقه احنا منين نفس النشاط الشؤون توجه لنا اسئله لا وش ليش تبونه يعني تنشف ريجك على ما تعطيك النشاط زين الحين ونشاط واحد انا استغرب الان نشاطين في نفس الموقع اربع انشطه اربع اربع يعني المعجنات ما اكثر من الهيمان واللي فيها انا من خلال تجربتي سنوات عديده في الجمعيات ما مرت علي مثل الكيس استاذ فهد انا اضم صوتي صوت ابو سعد نعم خلي ابو سعد طبعا انا في قبل المحل هذا في كان محلات اثنين في المنطقه قبل بالفروع قبلي انا قبل لا تقدم على قبل يفتحون الظرف المختوم واحد منهم دافع 100 دافع 6 4 يمكن 67 67,000 والثاني دافع 20,000 فرع ترى مو هذا طبعا قبل لا يفتح السوق المركزي بعد ما فتح السوق المركزي صوب بالظرف المختوم تقدمنا مجموعات رسع علي المحل انا 117,000 في السوق المركزي طبعا مستثمر مو يعني داخل السوق مستثمر برا فالضرر اللي حصل اللي وقع علي قبل ما يطلع الرئيس باربع ايام يعني تقول ناوي يدمر شغلنا احنا كله بالضبط يعني تقول عداوه بيني وبينه قبل لا يطلع باربع ايام رخص المحل هذا كان ترخيصه قبل كان مخبز ايراني فغيره خلال لحظه خلال يمكن فتره معينه يمكن 40 50 ايام
وغيرها لمعجنات حالة نفسها. يا جماعة أنا بس بقول أنا ماني قادر أتخيل الموضوع. تدري ليش؟ لا 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 التنظيف البلدية أصدر لجنة المجلس البلدي المؤقتة اللي شكلت بعد ما انتهت مدة المجلس البلدي. شكلت لجنة هذه المؤقتة راحت نظمت العمل في التنظيم العام في الجمعية التعاونية، فحددت المساحات والأنشطة سواء داخل المركز الضاحية أو في الفروع الخارجية. فمساحات مثلا خلينا نقول مطاعم على سبيل المثال أو المخابز لها مساحات معددة ولا تتكرر الأنشطة. انا استغرب من هذا الكلام، شلون يرخص من الشؤون او شوف التسلسل ابو طارق لما انت تطلب نشاط. التسلسل كالاتي، اول شيء تعطي المبرر على البلديه براشد ترفع لا خلينا نقول ترفع الامر انت كجمعيه حق وزاره الشؤون في لجنه في الشؤون يسمونها لجنه للنظر في طلبات الجمعيات. بعد ذلك اذا اغرتها بعد ما درستها معاك وصار صار هناك في جدوى لهذا النشاط ثم تحيل الموضوع الى البلديه. البلديه تي طاعه تنظيم معروف الاجراءات معروف الاجراءات تجاوز. بس خلينا نوصل النقطه ان عندهم تجاوز ثبت. لا تجاوز هذا ليس فقط بالجمعيه، انت مستقرب وكلنا مستقربين. نرجع معلكم حياكم الله. نستكمل الغرائب والعجائب اللي تدور في بعض الجمعيات. تفضل ابوي كمل. الاخ فهد السؤال الاخ فهد، هل يجوز نشاط نفس النشاط مكرر في في موقع واحد؟ لا نفس النشاط؟ اذا النشاط مثل ما تفضلت لا يعني ما لا يجوز ان يكون هناك نفس النشاط متجاورين مع بعض في الجمعيه التعاونيه. يستحسن ولا قانونا لا يجوز؟ القانون ما يمنع لكن ما يمنع. لكن لا 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 طبعا قانون لا يجوز وضع محلين يمارس النشاط واحد في نفس الفرع. قرار موجود قرار وزاره الشؤون قرارات وزاره الشؤون قرار واضح وصريح. ابو طارق انا ما يصير من هذا يعني هذه القناه صراحه يعني اطالب من وزير الشؤون ان يعطينا من وقته لو ساعه لانصاف الناس اللي تضرروا في الجمعية منهم الأخ أبو سعد. فحنا نطالب من هذا البرنامج أبو هيثم إنه لو يعني يعطينا من وقته ساعة. ترى يعني ما بيناكم شيء. إحنا ترى في شوف إذا ما أعطاك أبو هيثم وقت وتشوفونه أدل بيته بس تعال ووصلكم البيت وطق عليه ويشوف. وحنا متعشفين فيه خير إن شاء الله. أي على كل حال طيب أعتقد إحنا الآن استوفينا جزء مو قليل في نظري عن موضوع الجمعيات التعاونية، ولكن كل ما مارسنا أكثر في الحوار والنقاش لقينا كأن احنا بعد ما بدينا ولا راح ننتهي. كل هدفنا من هذا البرنامج هو المصلحة العامة، وفي نفس الوقت هذا برنامج السنعوسي على الرأي هو رأيكم ورأيكم مهم جداً، فنحن نستقبلكم لنسمع آراءكم وليسمعها الآخرون. شاكرين لكم الحضور الكريم عندنا في الاستوديو، وإن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم. شكرا.